الحمد لله احنا يعني عملنا العمل تاعنا وهو الحضور الجمعية هذه العامة الانتخابية. نهني السيد شرف الدين وكل مكتب الفيدرالي تاعه على ترأسهم للاتحاد الجزائري كرة القدم. نتمنى له ان شاء الله التوفيق في المهمة تاعه والمواصلة العمل ان شاء الله باش ننهض وباش نكمل يعني في مشاريع كرة القدم الجزائرية اللي محتاجة إلى يعني جهود متواصلة باش إن شاء الله نكملوا العمل، لأن يعني عندنا كما نقولوا احنا أشياء مهمة راهي تستنى فينا وخاصة تصفيات كأس العالم للمنتخب الوطني. نتمنى إن شاء الله التوفيق للرئيس الجديد وكل الطاقم نتاعو. شكرا.